من كان افضل لاعب في ريال مدريد اليوم؟ لو تسال اي شخص راح كذا مدريد تساله راح يعطيك كل واحد جواب مختلف. بالضبط. طبعا هذا الشيء يعني طبعا يرجع لزيدان وتحضير زيدان للاعبين. اذا بعطيك ثلاث اسماء. ثلاث اسماء. راموس، لا ما بين ثلاث اسماء، راموس وفالفيردي وكروس. كلهم لعبوا مباراه كبيره والله. بس انا بالنسبه لي كان كروس. راموس. انا بالنسبه لي كان كروس صراحه. كروس شنو اللي يعني لفت انتباهك مباراة اليوم اكثر شيء؟ سلطنته في خط الوسط. كان متسلطن على كل اللاعبين الموجودين في خط الوسط، ادارته للمباراه. وقت مشاركته في الحاله الهجوميه، وقت مشاركته في الحاله الدفاعيه، والمساحات اللي كان يسكرها، وقراءته للعب، كان يعني افضل مستوى شفته يمكن لكروس بالفتره الاخيره كان مباراه اليوم. يعني كروس ممكن يعني تتفق في جمله ان عندما تكون القمم هو دائما يكون في قمه مستواه. فعلا فعلا اليوم بارد. اليوم كروس يعني 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 كروس هذا تعودنا عليه في كل المباريات الكبيره صراحه انه يكون حاضر، لكن اليوم يعني كان حاضر بشكل طاغي في 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 المباراه. بس هذا ما يخلينا نقول والله ان يعني راموس سيء، كان سيء ولا فالفيردي كان سيء ولا لا. انت كروس كان انا عندي بعد على فكره عندي بعد ان بنزيما كان واحد من افضل اللاعبين في المباراه، ولكن الهجمه اللي ضيعها خلت المدريديه شوي يعني انه يكونون يعني ناشفين معاه، انه ما يبي يمدحونه. ولكن بنزيما اليوم لولا وجود بنزيما ريال مدريد ما يصعد من النص. ايش رايك؟ ريال مدريد ولا هجمه يصعد فيها من النص لولا وجود بنزيما. يعني تحركه اليوم كان في مستوى،